السلام عليكم. أنا بانتظار زوجتي وأطفالي، صار لي بتركيا 3 سنين. قدمت لم شمل إجراءات، الحمد لله قدمتها كلها. بالنسبة للإجراءات المطلوبة قدمتها كلها مثل ما مطلوب مني قدمته، والحمد لله إن شاء الله اليوم بإذن الله حيفوتوا عيالي. عندي مرة وولدين، الولد عمره 7 سنين، البنت عمرها 5 سنين، وأنا صار لي هون 3 سنين، وراح بشتغل بمختبر أسنان إن شاء الله بإذن الله. الله يكرمنا اليوم ويدخلوا. وبتشكر كثير الحكومة التركية اللي عم تقدمه للسوريين بشكل عام، وللخدمات اللي قدمتنا إياها. وبشكر الرئيس كثير رجب طيب أردوغان، والله يحميه والله ينصر الشعب التركي والحكومة التركية، وإن شاء الله نضل إخوة وإيد وحدة إن شاء الله. شكرا للجميع، شكرا لكم، شكرا. يعني ما بدنا نحكي على الفاضي. يعني كم سنة صار لهم معه بشوف عيالك وعجانك؟ صار لي 3 سنين ناطر إني شوفهم. 3 يلدر عائلتي جورمية. شلون هلا بتصبر على هالشيء، وشلون بتسحب مشتاق عليهم؟ طبعا مشتاق لهم كثير، يعني زوجتي واطفالي صار لهم 3 سنين ما شفتهم، يعني طبعا مشتاق لهم كثير كثير. وصابر، يعني ما عندي حل بديل. كان عم استنى ناطر انه يفتح لم الشمل، والحمد لله فتح لم الشمل، وقدمت كل الاوراق المطلوبه قانونيا مثل ما طلب مني، والحمد لله يعني امور ان شاء الله ماشيه، وان شاء الله متامل اني اشوفهم اليوم. طبعا صار لي 7 ايام كل ما بيجي باص برقد عليه على امل اني يعني التقى فيهم. طبعا شعور ما بتمناه لاي احد، يعني شعور صعب انه يكون زوجتك واطفالك صار لك 3 سنين مانك شايفهم، وبعيدين عنك 200 متر 300 متر ما عم تقدر تلتقى فيهم. هذا شعور طبعا صعب كثير، صعب كثير لا يوصف. يعني ما بعرف يعني شعور هذا، يعني بيطلع خارج عن ارادتي. ما بعرف، ممكن انهار، يعني ممكن انهار. تمام مزبوط. طبعا شلون الامور هلا عندكم لما بتاخذ خبر؟ هلا انا مثل كل السوريين اضطرينا انه نطلع بسبب الظروف، الحرب كانت صعبه كثير علينا. ان شاء الله بنتامل يعني يرجع يعم السلام لكل المناطق، يعني ما بنتمنى يموت شخص باي بلد كان، نتمنى السلام يعم الجميع. يعطيك العافية. على الصوم إن شاء الله نشوفك طبعا اكيد بتشكركم كثير لانكم وقفتوا معي وقفه ما بنساها. يعني بشكر الحكومه التركيه اللي سمحت لي اني اشوف اولادي ومرتي بعد غياب 3 سنين، الحمد لله. وبتشكرهم، بتشكر الشعب التركي وقفته مع السوريين، وشعور لا يوصف، يعني شعور فرحه كبير. Hepinize ayrı ayrı diyor, teşekkür ediyorum. Bir haftadır benimle beraber duruyordunuz. Türkiye'ye çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinize razı olsun diyor. Türkiye'ye diyor çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza. Özellikle diyor Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkürünü diyor. Abla 3 yıldır görmüyorsun. Şu dehki. Gülle. Şu dehki. تعبت كثير، تعب يعني شو. يا حبيبي طولنا كثير يعني، والحمد لله هلا الحمد لله مشيت امورنا وشفنا بعض، الحمد لله الف حمد لله يا رب. Çok yoruldum diyor, çok bekledim. Sonunda diyor eşime kavuştuk diyor. Sadece bu kadar. Allah razı olsun Türkiye'den.